شغل من تحت الترابيزه. احنا كان شعارنا وضوح وطموح. احنا فعلا احنا لما اتفتح باب الترشح في فبراير او مارس اللي فات، احنا اول حزب استطعنا ان نكون 4 قوائم في على مستوى الجمهوريه، لما كل الاحزاب وكل الائتلافات رفض التحالف او المشاركه مع حزب النور وتم عمليه اقصاء منهم، فاضطرنا نعمل قوائم لوحدنا، ولكن ودخلنا على عدد كبير من المقاعد الفرديه، ولكن احنا وجدنا في نوع من التخوف ان احنا يعني نعمل زي ما عمل السابقون، كنوع ان احنا نعمل عمليه استحواذ على المشهد السياسي، نسيطر على البرلمان، نسيطر على الحياه السياسيه. فاحنا حبينا نبعت رساله طمأنه للجميع، سواء لاجهزه الدوله او للاحزاب او للشعب المصري، رساله عمليه وليس يعني بالكلام، ان احنا فعلا ما لناش رغبه في الاستحواذ على الاطلاق، بل ان احنا عندنا رغبه حقيقيه في الشراكه بين جميع القوى السياسيه، وما عندناش سياسه الاقصاء بالمره. فكانت رساله عمليه ان احنا بعتناها للشعب المصري وللناس كلها، واحنا دايما احنا المبدا ده واضح عندنا لا نغيره. اذا تعرضت مصلحه مصر مع مصلحه الحزب نقدم مصلحه البلد حتى لو على حساب نفسنا، بل نقول اكثر من ذلك، لو كان استقرار مصر وبقائها وقوه مؤسساتها وحمايتها من الانهيار الثمن بتاعه ان يتحل حزب النور، احنا مستعدين حل حزب النور. يعني طبعا الى هذا يعني الحد الى هذا الحد، يعني انا الكلام ده بقوله ليس تزينا ولكن ده حقيقه، ان مساله ان استقرار البلد واستمرارها وقوه مؤسساتها ده خط احمر عندنا، ان احنا مدركين المخاطر، ولسه مصر ما زالت في دائره الخطر الى الان، وعشان كده بنقول ان احنا في مرحله نحتاج فيها اصطفاف وطني خلف الرئيس.